في هذه الأزقة العتيقة من مدينة بيشاور تصنع إحدى أبرز وأكثر الآلات الموسيقية شهرة، وهي الرباب ذات الأنغام الشاعرية، آلة حفرت لها تاريخا في الملاحم الموسيقية الخاصة بالعرق البشتوني، لتغدو بعد ذلك واسعة الشهرة والانتشار في أرجاء باكستان وشبه القارة الهندية. الرباب آلة موسيقية لها الكثير من المعجبين وعليها طلب كبير، وهي أحدى أهم معالم الثقافة الفنية البشتونية، وعازفوها واسعو الشهرة ويتمتعون بأهمية اجتماعية كبيرة. ولمعرفة أسرار الرباب وأهم ما يميزها، نزور هنا أحد المختصين بالآلات الموسيقية وعلى رأسهم الرباب. تتميز آلة الرباب بألحانها القادرة على تفعيل الصدى، وهي هندسة صوت تنفرد بها عن باقي الآلات الموسيقية، ما يجعل المستمع أكثر انسجاما وتلاحما مع الألحان. الجلوس والاستماع إلى ألحان الرباب كان له أثره، ولا سيما هذه الألحان المسماة بالفارس الولهان، ألحان تحكي قصة فارس صارع الكثيرين وانتصر، لكنه هزم أمام حبه وأشواقه، ولتبقى الرباب تغني هذه المعاناة وغيرها من أساطير الروايات الغنائية البشتونية. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين.